أصل الاستقامة مجالسة المستقيم. مين المستقيم في الحياة؟ بنحب نشوفه، إذا لقينا المستقيم في الحياة حتى نجالسه. المستقيم من استقام مع الله بسلاس. المستقيم من استقام على الله، على محبة الله بسلاس. لسان يدعو إلى الله، وعقل يفكر بالتوجه إلى الله، وقلب يخشى الله. لسان يدعو إلى الله، وعقل يفكر فيما يقرب إلى الله، وقلب يخشى الله. إذا وجدوا هالثلاث في إنسان فهو من أهل الاستقامة. ما بدأ أكثر، لا بدأ علوم، ولا بدأ كتب، ولا بدأ مكاتب، ولا بدأ. متى حصل لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وعقلا متفكرا، فهذا من أهل الاستقامة. أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. مين أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما بألسنتهم وقلوبهم وقعودا وعلى جنوبهم؟ ما صار الذكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فذكر وفكر. فلسان يدعو إلى الله كما قال الله تعالى عن أهل الكمال والاستقامة: قل هذه سبيلي، يعني هذه طريقي، أدعو إلى الله. أدعو إلى الله، شلون تدعو؟ على هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما بس أنا، أنا ومن اتبعني. يلي بيتبع كمان بيسلك طريق الاستقامة. فإذا كلمة الاستقامة كلمة سهلة، لكن تطبيقها تطبيق شيء صعب جدا. لا يستطيع الإنسان تطبيق الاستقامة إلا إذا أدرك صحبة ومجالسة ومحبة. تصحب ثم تجالس ثم تحب، أما لو صحب لا ينتفع، ولو جالس لا ينتفع، إذا لم يكن هناك حب، صحبة ومجالسة ومحبة. هذا الذي يريد الانتفاع في الحياة. فثلاث مرتبطة ببعضها البعض: صحبة ومجالسة ومحبة. تصحب ولو بالجمعة ساعة، تجالس ولو بالجمعة ساعة، تحب ولو بالجمعة ما تغيب ساعة. الحب بالجمعة ما تغيب ساعة، كون حبك دائما في القلب. هذا الذي يريد الاستقامة.